السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: كتاب الكفارات للتاف الكفارة إما تنجي كذا ذا كفارة سا إما تنجي رنسوة يجا كفارة سا تيني سيفارة يند منزوم الله صلى الله عليه وسلم كي رنسوة. باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها. باب ديزود يند منزوم الله كي رنسوة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار رفاعة الجهني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده. صلى الله عليه وسلم رسول ما أنزل الله كنا صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. نارس إلى سركين درم محمد كي هننسى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الصنعاني قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة ابن عرابة الجهني قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله يتسكانيش ده الله زي فدولنا مغرى والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده رضوان من زوج الله كنا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم ابن محمد ابن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. لا ومصرف القلوب يسي ما في يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوائك لا ومصرف القلوب صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد وحول السند قال وحدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا مالك بن عيسى جميعا عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. سيدي ورنا رواية ضعيفة. باب النهي أن يحلف بغير الله. باب النزول أن هنا متين يرسوا بعد الله بيرسوا دون الله. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بأبي سمعه يحلف بأبيه منظر الله يجيشينا رسوة ما هي في سأبنسا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منظر الله صلى الله عليه وسلم مسا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الله يحنيكم ويرسوة إيايكم. فقال عمر سيدنا عمر سيتي: فما حلفت بها ذاكرا او آثرا. يتي تند نجي منزو الله يتي الله ينا حني ويرزوا إيايكو يتي ما حلفت بها بل تبا إرن ونرزوا ناتي نكوكو إنا هكاية إنا أكو مغانا ونبا ذاكرا آثرا يتي أيواني يتي كذا يتي وننكلم ما بايا سنتفتو باكيشي كودا هكاية ما أن حاك الكفر ليس بكافر أليس كذلك؟
haki al-kufri laysa bi kafiri amma didda shi baya so wannan kalma ta gudana a kan harshen sa. Ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Abdul Ala an Hisham an al-Hasan an Abd al-Rahman ibn Samura qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تحلفوا بالطواغي كذا كيران سوى تاغوتي جمع تاغوت جمع تاغيا ولا بآبائكم كذا كما كيران سوى إيايا تاغوت ما هو التاغوت كل ما عبد من دون الله فهو راض فهو تاغوت هكذا عرفه في كتاب التوحيد. قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعي عن الزهري عن حميد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله duk wanda ya rantsu ya ce billati wal uzza ya rantsi da lata da uzza falyakul la ilaha illa Allah sai wanke wancan kuskuren ya dawo kenan ko. Qala haddathana Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali al Khallal qala haddathana Yahya ibn Adam an Isra'il an Abi Ishaq an Mus'ab ibn Sa'd عن سعد قال حلفت باللات والعزى يتي يا رزوة دلات دعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمنزو الله تي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفجولنا كلمة ثم أنفس على يسارك ثلاثا وتعوز ولا تقول كتوفى هبو بنغر هبوكا سان ننكا كنيمي غافر الله مروي كنسركي وتعوز كنيمي سري لك الله كدك كوما يوانا أبيوكما وإن كان سند هذا الحديث فيه ضعف. اي ah bar mu ga makaratu mu da Allah babban manyan matsaloli ne guda biyu suka faru amma ba kowa yake kula da su ba. Mun samu kanmu cikin matsaloli ne guda biyu, mulkin mallaka da mulkin halaka. Mulkin mallaka turawa suka zo suka mallaki a dukiyar kasa, arziki kasa suka mallaki mutane, manyan mutane kuma suka tashi da sunan dama. Yau aka kawo tarihin Nepo kenan, suka yi aka wahal da su, mulkin mallaka kenan ko. To sauran mulkin halaka shine su kuma shehunnai na tarika da ko suka zo suka mallaki imanin mutane suka halakar da su. Har yazo yana da wahala su fahimci cewa kaman wane da wane da wane, kaman kaza da kaza da kaza. Dama aka ce ba abin da ke da wuyan fahimta kaman kuskuren malami. In kuma an gano kuskuren, wa isa yi magana. Shi tsada ma ana gaginuwa shi a tara 'yan daba murid almajirai ko ana cewa wane ya kuskure ko kaza kuskure ne, sai duka sai dabaran da mai sai duka. To shi a zauna ana ta har yazo ya kai yana da wahala ka iya ka fahimtar da mutane ai kaza ai kaza ai kaza. Mulkin mallaka da mulkin halaka wanne ne yafi hatsari? Mulkin halaka, wallahi tallahi halaka, wallahi tallahi halaka, mulkin halaka kenan. An halakar da imanin mutane haka, an raba su da imanin su haka kawai, aka hada su da shirme, aka ce tashin daji kenan ko. An hada su da shirme kuma suna ganin da gaske suke. Man ufiya falyahmadillah, duk wanda Allah ya rufa masa asiri ya gode ma Allah. Kuma yace la ta'jaban min halikin kaifa hawa bal fa'jaban min salikin kaifa naja, kada kai mamaki halakakki ya aka yi halaka. Wai ba abin mamaki bane yanzu, saboda hanyoyin halakan suna da yawa, suna da saukin bi.
bal fa'ajaban min salikin kaifa naja. Abin mamaki shine ya akai su wani su suka tsira, ya akai su wani su suka fi karfin shedan, ya akai su wani su shedan bi sa sun bi rinjaye su sun bi cewa neman abinci, neman dukiya, neman mulki, su bar gaskiya su kama ƙarya ba. To shine abin mamaki. An fahimci wannan maganar? La ta'ajaban min halikin kaifa hawa bal fa'ajaban min salikin kaifa naja. Ha, komai da lokaci shi, komai da lokaci shi, da qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Har turawa su je suna binciken wani abu suke so su gane shi, kuma Allah bai kaddara lokacin ya kai ba, a cikin binciken wannan abin, abin da Allah ya kaddara lokaci ya kai su gano shi, ce ga an fito da shi, har lokacin da wancan lokacin shi ma ya kai sai ga shi ma an gano shi. Komai yana da lokaci shi, kuma yana da lokaci. Babu man halafa bi millatin ghairil islam, babin da yazo na bayanin hukunci wanda yayi rantsuwa da wani addini ba musulunci ba. Qala haddathana Muhammad ibn Yahya qala haddathana ibn Abi Adiy an Khalid al-Hazza an Abi Qilaba an Thabit ibn al-Dhahhak qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال دوان دي رنسوا دوان الدين با الدين المسلم با أكان كان يا يتو كما يازم هو يندي فداكين يا أبو أكا جي يتي بيبا يرنسوا إنا إني كذالي تو يازم كذالي. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر ابن محرر عن قتادة عن أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول أنا إذا ليهودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت من ظل الله جواني يرى مقنا يرسوا كرياتي إن نايتني بيهوديني من ظل الله كذا بيهودي. وإن كان سند الحديث في ضعف ضعيف جدا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل ابن موسى عن الحسين بن واقل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال إني بريء من الإسلام وانده يتي شيا برنت دا مسلنشي fa in kana kaziban fa huwa kama qala, an kariya yayi to kaman yanda ya fada ya bar da musulunci. Wa in kana sadikan, in abin da ya fada din nan gaskiya ne, rasuwan da yayi gaskiya da yayi wannan rasuwan, lam ya'ud ilayhi alislam saliman, to ya cutar da addini shi, ba zai samu cikakken addini ba, sai kuma ya koma yayi tuba ya koma ga Allah. Babu man hulifa lahu billahi falyarda, babin da yazo na in aka yi ma rantsuwa da Allah ka yadda, aka ka'idar shari'a take. To shi sai malamai suka ce taqdisun nas la yastalzimu minhu taqdisul ma'ana. Mafhum? Taqdisun nas la yastalzimu minhu taqdisul ma'ana. Nas in ya tabbata daga Allah da manzonsa, suna da taqdisi, suna da daraja da daukaka da koi, ba abinda zai taba su, ba abinda zai girgiza su. To amma ma'anan hadnasin fa fassarar nassi daga wane ne? Daga wane ne fassarar? Daga malami, daga mutane. To yadda wancan ke da daraja baya tabuwa, haka fassarar kuma ke da daraja ba ta tabuwa? Ha, to shine sai aka ce lokacin da suka yi wannan fassara, suka yi wannan bayani, suka yi wannan sharhi, sai ya dace da wannan lokacin. Jahiliya ma suna maguzanci, ba sa yin ƙarya, ƙarya na yi musu wahalan fada. Suna gudun aibi, balle zun shiga musulunci. Lokacin mutum ya zo ya rantsuwa ba zai karba ba. To amma yanzu fa al'amari ya canza, ko ba kaman wancan ba ne? To in ai ma rantsuwa ma sai ka binciki karina, wane ne ma shi tukunna? Qala haddathana Muhammad ibn Isma'il
ابن سمرة قال حدثنا أصبات ابن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال منذ الله يجي ونينا رنسوا دما حيفين سأوبان سكينكو فقال جيتي لا تحلفوا بآبائكم kada ku yi rantsuwa da iyayenku ko ubanninku man halafa billahi falyasduq wanda duk zai rantsuwa da Allah ya gaskiya wa man hulifa lahu billahi falyarda duk wanda aka yi masa rantsuwa da Allah ya yadda wa man lam yarda billahi falaysa min Allah duk wanda bai yarda da Allah ba ba shi tare da Allah to kaga wannan matsalan tana da nauyi ko to amma sai muka samu kanmu lokacin da mutane zuci imanin su ya kare suna kotu ma suna jira a zo a haya su je su yi sheda su yi rantsuwa to zaka yadda da rantsuwar su in ka kibin rantsuwar su kare na Allah sunan Allah kenan qala hadathana yaqub bin humayd ibn kasib qala hadathana hatim ibn isma'il an abi bakr bin yahya ibn an-nadri an abihi عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذو الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق النبي عيسى بن مريم يقوان متنين ساتا فقال أسرق شئت مجكاي ساتاني قال لا يتي والذي لا إله إلا هو لا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري حديث صحيح يا بخاري يا فتر ده شي مسلم ما فتر ده شي من كرهت ده محل الشاهد شيني daga babin wanda aka yi masa rantsuwa ya yadda in ba haka manzon Allah haka أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتوكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ناوانا أبن أكا شيء منظر الله فدا تبس نيافدا من منظر الله شيء رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق ويمي كنا يا غني دا إدا نصور متينا ساتا فقال أسرق شيء كاي ساتا دي قال لا يتي آآ والذي لا إله إلا هو يهي رنسوا فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري قاجوا المصيف مودة باب اليمين حنث أو ندم رنسوا كري رنسواني كوك ونداما باقو لوكت ساكي رنسوا كتك رنسوا مسيكا كريا مكي ندام الله إكياي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم هذا سند ضعيف باب الاستثناء في اليمين باب ديزون توقتي وأتك الرسوة إمتي الرسوة إن شاء الله كاتوقتي to in baka iya kai abin ba baka da laifi tunda ka kawo istisna'i kenan ko qala hadathana al abbas ibn abd al azim al ambari qala hadathana abd al razzaq qala anba'ana ma'mar an ibn tawus an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yace manzo allah sallallahu alayhi wa sallama yace man halafa wanda yayi rantsuwa fa qala إن شاء الله فله ثنياه ينا دا توغتشين دا توغتشين دا توغتشين دا إن ينا من لك حبيسا إن يغدا ما يأيوتر إن يغدا ما مكر يأيوتر باشي دليل في سبوداتي إن شاء الله قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث إن وندي رزوا يتي إن شاء الله
yaga dama ya cika yaga dama ya canza ba tare da ya karye rantsuwa ba kafara ba su kama shi ba قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رواية قال من هلف واستثنى فلن يحنث دو دي رزواتي إن شاء الله دو باكر يا رزوات تارد شيكو يايكو بيبا دا كفارة كيرو ni su aka ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhal illa an yasha Allah to in kana da cikakken niyya 100% sai kai fa lalle sai kai togaciya din me yasa eh sai in Allah ya ga dama to eh wage da magana kuma eh a zancen kare ce insha Allah din me yasa aka ce sai ya ce insha Allah eh akwai dogaro ga Allah a ciki eh rauni nashi eh to wai dan adam ne zan yi kaza gobe zan je wajen wani gobe ko zan hadu da wani gobe ko zan yi kaza da wani gobe akwai matakai kana da iko zaka kai gobe wanda kake so kai hulda da shi din kana da iko shi ma ya kai gobe inda kai da shi duk kun kai gobe kana da iko wannan abin ya kasance duk waɗannan baka da iko a cikin su Allah kadai shine ala kulli shay'in qadir kisa abin da ya faru da abin da zai faru Allah zai ata amrullahi fala tasta'jilu ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wataala amma yashirkun in baka yace ata amrullahi kuma yace fala tastajiluhu yazo kada ku yi gaggawa kada ku gaggawa ba haka bane ba saboda Allah yana da iko abinda zai kasance din da lokacin da zai kasance din da kasancewa duk karkashin ikon sa ne kai ko fa baka da iko ko daya baka da iko kanka ka kai gobe baka da iko wannan niyyar ta saura a zuciyarka baka da iko wannan da zaka yi hulda da shi ya kai gobe baka da iko cika wannan alkawarin baka da abubuwa matakai ne da yawa duk baka da iko ko daya a ciki sai ka je dan karamba ne kace zan yi kaza gobe sai kace insha Allah babu man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minha babin da yazo mutun yayi rantsuwa sai ga abinda yayi rantsuwa din akwai abin da yafi shi rashin yin abin da ya rantsuwa saboda shi din shine yafi to ya zai sai ci gaba ko ko ya zai insha Allah qala hadathana ahmad ibn abda qala anbana hammad ibn zaid qala hadathana ghailan ibn jarir ana abi burda ana abihi abi musa qala ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rahatin min al-ash'ariyyin nastahmiluhu ce mun zo a cikin tawaga cikin jama'a mutane cikin jama'a Abu Musa al-Ash'ari muna neman manzon Allah ya bamu abin hawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma ahamiluku mana ba ni da abin da zan baku bazan iya daukan ku zan iya baku abin hawa ba wa ma indi ma ahamilukum alayhi ba ni da abin da zan baku ku hau qala falabithna ma sha Allah yace sai muka zauna gurgurdun abin da Allah ya ga dama ثم أتي بإبل سيأكا من ذا الله راكم فأمر لنا بثلاثة إبل زود قر الذرا شي من ذا الله شي أباسو غركيت أيو غدا أباسو غركيت سو جي ونا ياو كو واي وين دكي دا توزا يا فرارين توزو فلما انطلقنا يتي دا موكا كربا موكا كاما حنيا قال بعضنا لبعض سي وين سو سكا فدا ما وين سو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا من جوهر من زال الله مكا تي بامو يهران سواب زي بامو بكما غاشي بامو أحياك ما تمكوما مجمع فاريكو ارجعوا بنا مكوما فأتيناه ما نام مطا من زال الله يهران سواب كما يبامو ما ناك فارك نزاتك من زال الله كينا فأتيناه فقلنا سيبك يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك
fahalafta Allah tahmilana thumma hamaltana. Ya manzo Allah, mun zo mun ce ka bamu kai rasuwa ba ka ba za ka bamu ba kuma gashi ka bamu to kun samu bukatun ku ba sai ku tafiyan ku ba me kuma ke da matsawa sai kun ji sababi faqala sai manzo Allah ce wallahi ma ana hamaltuku ce wallahi ba ni na baku ba ni na baku abar hawan ba balillahu hamalakum Allah ne ya baku inni wallahi mahallu shahid kenan insha Allah لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير إذن رنسوة إلى الله بذل تبين رنسوة إن شاء الله بذل تبين رنسوة زن أبو سألنا سينجا أبن بذل ينبذل بذل يبشي يفي وأبن نجي يفي نسينا كفارة سينا أبن في الخير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ko nayi abin nayi kafara ko nayi kafara nayi abin qala hadathana ali ibn muhammadin wa abdullah ibn amir ibn zurara qala hadathana abubakr ibn ayyash ana abdul aziz ibn rufai'in an tamim ibn tarafa an adi ibn hatim qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama man halafa ala yaminin faraa ghayraha khayran minha فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه دو وندا يرزوا زي ابو يغ رشن يي شي في الخير كو با زي ابو يغ رين شي في الخير تو سيتي فليكفر عن يمينه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يي ابين دا يغ في الخير يي كفاره رزوانسا قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابو الزهراء عمرو بن عمرو انا امه ابي الاهوس عوف بن مالك الجشمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني ابن عمي يتي دان بفارا يا منزو الله دان بفارا دان او ان او سكو دان بفارا هيك زو من فاحلف ان لا اعطيه ولا اسله سينا يفشي ني رسوا بزن باشي بزن ساده زمنشين با قال كفر عن يمينك يتي كاي كفاره رزقك كسادر da zumunci ka bayar ai an ga tun zamanin manzo Allah ina abubuwan suna da yan wahala ka dauko eh rabuwa da kudi kenan babu man qala kafaratuha tarkuha babin da yazo na cewa wanda ya rantsuwa ba zai yi alkhairi ba ko zai karya zumunci ba zai sadar da zumunci ba kafara da zaka kan fara wannan rasuwa kada kai abin da yake sabo din in ka daina in baka yi ba to kafarar take zamu ga nassin abin da yake fada ke qala hadathana ali ibn muhammadin qala hadathana abdullah ibn numair an haritha ibn abi ar-rijal an amra an aisha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man halafa fi qati'ati rahimin wanda ya rantsuwa zai yanke zumunci أو فيما لا يصلح وانا ابن دبي داتي با فبره الله يتم على ذلك كفارا وانن كان يي ايكن ده يتي زي يي وانا مركيو تو اكن وانا روايه ظاهر وانا روايه ان كاي رسوا زاكا يي ابن دبي داتي با زاكا سابا الله كو زاكا ينكي زمنتي سي كتنا كغا بي تو رشن ينكي زمنتي شيني كفاره wai su malamai suka faɗi haka yau su malamai suka ce a didda shi sai yayi kafara qala hadathana abdullah ibn abdul mu'min alwasiti me yasa suka faɗi wannan magana gashi nan mun karanta manzo Allah ce zai rantsuwa ga abin da yafi shi ne kafara ne gashi nan mun karanta qala hadathana abdullah ibn abdul mu'min alwasiti qala hadathana aun ibn umara قال حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها وأن حديث منكرين أبند أكفدا أبند باشد كودين كتي ذاكي كركي كما سيكاي كفارة كفارة رضوة babu kam yut'amu fi kaffarati al-yamini babin da yazo
wani irin abu za a bayar me za a bayar a cikin kafarar rantsuwa adadin shi da abin da za a bayar din قال حدثنا العباس ابن يزيد قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عمر ابن عبد الله ابن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يأي كفارة لصاع إلينا دبينو وان يتي متانيس يحكى وان دبي سامبا سيبادا رب صاع نألكما وان حديث ضعيفين يا دعو باب من أوسط ما تطعمون أهليكم me ake abinda za a bayar din nan sai aka ce min ausati ma tutimuna ahalikum don da'ima haka ake zaune wa'ansu Allah ya lota musu abinci mai dadi suke ci wa'ansu kuma an ba su da yalwa adir abin da ya samu shi ake ci to in za a yi kafara da wanne ne za a yi eh gashi ya ce min ausati ma tutimuna ahalikum eh aha qala hadathana muhammadu ابن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه ساعة متني وإنس الله يهوري مسو جرنسو أبنتي ميكيو أكيتي وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة wai kuma sai yanda hali yayi abinda aka samu shi za a ciko fa nazalat min ausati ma tutimuna ahlikum to wanne ne za abi wani halin masu kudi a takurama mutane ko abi halin takalkarakawa a takurama waɗanda za a baiwa ciyarwa din sai ce min ausati ma tutimuna ahlikum wai matsa ba can ne sababa kuma kaskantacce ba tsakiya باب النهي ان يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر باب ان يزو نكر متن يي رنسوا سانن باي كفاره يستلج هو استفعال من اللجاج ومعناه ان يحلف على شيء وهو يرى ان غيره خيرا منه متن يي رنسوا كان ابو كما ينا غني ابين با يرنسوا كان شي ماشي ني يفي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم يتي ناجي أبو هريرة ناتيوا منظر الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ناتيوا إذا استلج أهلكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها mutum yayi da gangan yayi rantsuwa kan abin da ya san ba mai kyau bane yace yafi laifi laifin shi yafi kafara ma da aka ce abin da aka ce kai kafara ai akwai laifi kenan to wancan laifin ganganci da kai rantsuwa da shi ma laifi ne qala hadathana muhammad ibn yahya qala hadathana yahya ibn salih al-wahazi qala hadathana muawiyah ibn sallam an yahya ibn abi kasir an ikrima عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب إبرار القسم باب ديزونا تشكران سوا إن أيني أتشكا كو إن كيك أتشكا إن واني يهيب كيك ما كتشكا مسا إي يا زائي واني يهيران سوا دان كيك والله شكا زو متعبش والله شكا زو جدانا والله شكا ba yaran zuwa ba to she kace kace ka masa in kaji ai ka hutar she shi kenan ko su laraba kana fa da wannan magana sun sani sun fahimce shi suna ga haduwa hanya mutum da wallahi sai ka zo gida yau mun ci abincin dare da kai wallahi sai ka zo mun ci abincin rana da kai kaza 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 ya kama faddal tafaddal tafaddal to in bai rantsuwa ba sai kace akwai in yayi rantsuwa to sai ka je ka cika masa rantsuwa sai ka je a ci abinci
قال حدثنا علي بن محمد سولار باس الصبر فضل ان جاي ساجي فضل 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 تو سولار باس سني يجي ديجن دي ما رزوا شي كام هانيا تو da aka ji ana karatu mutanen Afirka sun tahi mu ba musan haka ba yace faddal shi da albai su bi shi yace faddal 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 sai kowa ya bi shi gida ya ji zai ci abinci sai aka ce musu ba haka ake yi ba eh ana faddal shi kai ma ka kiya amma yana faddal ku bi malam ku je ku cinye mishi tuwo gobe ya ga dalibai bakake kuma ai sai ka hada gudu sai يا دنجي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد ابن مقر عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم منذ أن لا يأمر شيء ممتشك رنسوا واندي رنسوا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه رأنا نقول مكة سيوانا يتهود أبيش فقال يا رسول الله يتيام الله صلى الله عليه وسلم اجعل لي ابي نصيبا من الهجره يا منزو الله كسن يا ما هيفينا وان ربو من cikin hijira فقال انه لا هجره سي منزو الله تي اي باب هجره يزو لا هجره بعد الفتح فانطلق ودخل على العباس فقال شي شيخ كوري سيدنا عباس سي تي قد عرفتني فقال اجل كاسني ايتي اينا سانكا فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال ما انا ياجي ياي نيمي الفرما ده سيدنا عباس كده سي سيدنا عباس يفتو يزو فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه يا منزو الله اي كاسن واني kuma kasan abin da ke tsakanin mu na me kenan mutunci na girmamawa waja abi abihi litubayahu ala alhijrati gashi kuma ya taho da ubansa dan kai masa mubayaa akan hijira ya samu albarka فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا هجره سي منزو الله ce ai babu hijira kasan inda kake son ka fita din su ma sun musulunci kasan musulunci al hijratu shine ka tashi da kasan kafirci zuwa kasan musulunci ko kasan da ba za ka iya tsayar da addinin ka ba ka je inda za ka tsayar da addinin ka to amma yanzu makka ta zama kasan musulmi فقال العباس شي عباس ce اقسمت عليك kaga ya rantsuwa kenan ku famadda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu famassa yadahu sai manzo Allah ya mika hannunsa suka kama ai mubaya'a kenan ku fa qala abrarta ammi wala hijrata abrartu ammi na cika ma baffa na rantsuwan sa amma ai babu hijira sabin da ne ma nayi mubaya'a gashi nayi amma zancen hijira kuma yanzu ai ba حديث ضعيف ne ah wannan masala wallahi sai ka ban 2000 qala hadathana muhammad ibn yahya qala hadathana alhasan ibn rabi ana abdullah ibn idris an yazid ibn abi ziyad bi isnadihi nahu qala yazid ibn abi ziyad ya'ni la hijrata min darin قد اسلم اهلها اي باب الهجره daga kasar gida garin da mutanen su ma su musulunta babun nahi an yuqala ma sha Allah wa shi'ita babin da yazo na an hana mutum yace ma sha Allah wa shi'ita sai dai kace ma sha Allah wahdahu aw ma sha Allah thumma shi'ita qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana isa bin yunus قال حدثنا الأجله الكندي عن يزيد بن العصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا حلف أحدكم فلا يقول إن أيكم زي رزوا ما جاء كده يتي ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت
kaga an su ayin shirka da aka fada manzo Allah sai manzo Allah ce aj'altani lillahi niddan kul ma sha Allah wahdahu aw ma sha Allah thumma shi'ta hunaka al'atf bil wa wa huna al'atf bi thumma litartibi wat tarahi walakin liyaqul ma sha Allah thumma shi'ta har kalmomi a cikin tauhidi sai an goya mutane amfani da kalma atafi ne guda biyu haza bil waw wa haza bi thumma al waw li mutlaq al jam' thumma lit tartib wat tarahi to sai manzo Allah ya nuna musu ga yadda zaka yi ma sha Allah wahdahu aw ma sha Allah thumma shi'ta sai mashi'ati ghayr Allah ta yati ba'da mashi'ati Allah eh wannan an gama da shi cikin Buhari tun Buhari ai to za a tattauna insha Allah wannan mas'ala ce ta tattaunawa ba mas'ala ce ta fatawa ba ko na rantsi da Allah da Annabi dan Allah dan Annabi ba haka bane ba akan me aka tsaya lokacin da ake cikin Buhari aka tattauna wannan wannan mas'ala ce da ba fatawa za a yi ba tattaunawa za a yi don mas'ala ce da kowa ya samu kanshi a ciki kowa ya tashi ya tarar da ana yi kuma ba shi da ilimin da zai san kuskure ne har ya zama mishi jiki shi ma to yanzu ne aka zo ana karantar da mutane tauhidi da kitabun tauhidin an kawo shi kasan kuri ma kona suke yanzu da kansu suke sauwa suna sayarwa su samu kuɗi kuma yanzu abin da ya kamata duk ahli sunna su yi a Kano ba fada da mutane ba ta a'a sai a koma lahallari awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasfihu imani wallahi in ba gyara mutane imanin su akai ba za su halaka wallahi za su halaka an riga an halakar da su sai an dawo ana gyara musu imanin a hankali a hankali a hankali yanzu ana kawo yanzu ina za ka karanta kitabun tauhid a zuwa jejjefe ka aima duka ko ina cikin birnin Kano sai ka karanta kitabun tauhid ko ina kofar gidanka in dai ba za ka je kai musu fitina ba ka je ka karanta abinka kowa na ji kowa na gyara shi awwalu ma yajibu ala al mukallafi tasrihu imani yanzu gyara ma mutane aqidan su suke ba zancen tashi hankali ko zancen kaza 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 ba mutane sun rabu da imanin su an raba su da imanin su kwata jumlatan wa tafsila amma ba su sani ba wayan sun sani ko menene dai a tafi haka nan haka muka gada ba za mu kunyata a gaga ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya fama da babban sa Abdul Muttalib ai Ali ibn Abi Talib Abu Talib ba kare manzon Allah da bai ba a cikin kwaryar Makka ya bata da kowa da ya kare dan uwansa manzon Allah ya ji zafi ce ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan tuhajju laka biha inda Allah ka fadi wannan kalmar zan kafa maka hujja ranar lahira gashi ya ga gaskiya 100% zai fada sai miyagun abokai su tun yaushe muke yin wayannan abubuwan zaka zo ka ce zaka bari saboda wannan yaro atarghabu an millati Abdul Muttalib zaka bar abinda aka saba zaka bar abin da muka gada a gidanmu shekara 50-40 da shi muke ci muna sha da shi aka san mu da shi muka shahara da shi kaza 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 zaka bari lokacin sai shaydan ya mantar da kai cewa manzo Allah ce man taraka shay'an lam yatruku illa lillahi awadahu Allah ma huwa khairun min duk wanda wallahi tallahi ya shekara su shekara 50 suna wayannan abubuwa duka suna gungiyanci suna dalika suna komai da komai ran da zuciyarsu ta nasu akan me zamu bi wani mu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kada Allah ya aiko mana saboda wannan hoto saboda wannan za a zo a ci zarafin manzon Allah ya ce ya koma Allah manzon Allah kadai zai mai biyayya ya rabu da komai Allah ya ga zuciyarsa duk abubuwan da suka yi mara kyau shekaru 50 bai ulaika yubaddilu ulaika allazina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to abinda yake to yaya za a yi iyayenmu sun mutu a ciki tunda Allah ya karbe ka ka bi Allah da gaskiya tsakaninka da Allah in Allah ya zo lahira ya ga dama ya baka ceton iyayenka fa in ya ga dama ya cece su fa
akwai wanda zai hana amma tun da iyayen musu mutu a ciki sai a tafi haka nan Allah duk wanda yazo lahira Allah na da inda zai yi da shi Allah na da inda zai sa kowa ba wani kirin bibi bane ko isa bane ko nuna ba abadan ba inda ba a shiga ba abinda ba a shiga ba da aka daina aka hakura da abin da hadaya da mai ba gashi muna ba dai tuwo ba da miyan kuka miyan kubi ba bari in ka suka rigar nan ba za ka shiga ko ina ba sai an sa masu tsada sai ya haka ne ba gashi muna cin tuwo ba eh na ba sai manyan ɗan siyasa da manyan ɗan kasuwa shi ma ɗan masani ce yayi malan da ne yanzu ba zai yi ba قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير الربيعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال ونمتين أبجي مسلم فركي أغواني لن أهل الكتاب سيتي نئم القوم أنتم لولا أنكم تشركون ba dalla da mutane ku ba dan kuna shirka ba taquluna ma sha Allah wa sha Muhammadu kuna fara cewa ma sha Allah wa sha Muhammadu wa zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya manzo Allah nayi mafarki ga wannan ban sare ku ba yahudi yana ce mana ai ku mutanen kirki ne ba dan kuna shirka ba nace me shirka mu yace ai kuna cewa ma sha Allah wa sha Muhammadu فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله ان كنت لا اعرفه ها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد قلت والله ان كنت لا اعرفها لكم من ذا الله صلى الله عليه وسلم شي نونا مسكي انت ذاك تشي ما شاء الله ثم شئت ثم شاء محمد كو ان كنت اي ما كنت اي بن سن كنا يين wannan ba fa eh haka manzo Allah ce amma wallahi in kuntu la arifa lakum wallahi ma kuntu la ban san ku haka kuke fada ba yanzu manzo Allah ya koya ku kulu ku ce ma sha Allah thumma sha Muhammad atafi ko eh bayani yana fitowa ko qala hadathana Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Abi Shawarib qala hadathana Abu Awana ana Abd al-Malik عربي بن هراش عن الطفيل بن صخبرة أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ينزو أغرس نيكو كو اللو كثيرو أنا إياها وباسي أفتو دا علامة بمنتي بيرسي هدوشي كينا سيكون كواي كاسا فتان اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب